أهلا وسهلا بكم في الإنجليزية السهلة مع مستر محسن وتعلم الإنجليزي. عندنا هنبدأ إن شاء الله سلسلة من الفيديوهات لتعلم المحادثة الإنجليزية. يلا نبدأ على بركة الله. المحادثة هي ركن مهم من أركان تعلم اللغة الإنجليزية، وبنستخدمها بشكل عملي كتير في مجالات العمل، وبالأخص في موجود بعض الدول العربية إن احنا بنستخدم المحادثة بشكل أساسي في الحياة اليومية. فاكتساب مهارة التحدث بالإنجليزية مهمة جدا جدا. هنبدأ سلسلة الفيديوهات بشكل عملي عشان نعرفك إزاي ونعرفكم إزاي نتعامل مع المحادثة. زي ما اتفقنا ان المحادثة هي مهمة جدا، فهنتعلم مهارات من البداية والقواعد ونمشي على خطة معينة. في النهاية هنتعرف على ازاي نكون بنتكلم انجليزي بشكل سهل وسلس. وزي ما قلنا قبل كده في القناة بتاعتنا والفيديوهات اللي فاتت، Practice makes perfect، يعني الاستمرار او التدريب بيؤدي الى الاتقان. هنبدأ في الفيديو ده نعرفكم بعض الاساسيات اللي هو ممكن نبدأ بيها عشان نتعلم المحادثة الانجليزية. اهم شيء في تحدث المحادثة الانجليزية هنتعرف على التحيات، ازاي نبدأ المحادثة بتحية معينة وازاي ننهيها بتحية اخرى، وده هنعمل لها فيديو مخصوص. وبعدين هنتعرف ازاي نكون سؤال في المحادثة وازاي بنجيب اجابة وازاي بنرد ببعض التعبيرات المهمة، وكل ده في فيديوهات خاصة. وبعد ما ننتهي من الاساسيات بتاع المحادثة هندخل على التدريبات العملية ونعرف ازاي نوصل للموضوع ده بشكل عملي. هتلاقوا التكستات موجودة و ننتهي كده من الفيديو ده وننتقل ان شاء الله الى فيديوهات جاية هتعرفنا سلسلة اللغة الانجليزية. تابعونا، ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب، وتابعونا على القناة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. شكرا لكم، باي باي.